الواقعه هو انا كنت خدامه في الخدمه ديالي الفوق، جيت مولاي عبد الله خدامه في واحد القهوه كنغسل الماعن، ما علي ما بيت هذا اللي كتعيطوا ليا الجيران قالوا لي راه خوك شعل العافيه في الدار باسباب شنو السبب؟ السبب هو كان جاي في الحومه وشي بنات شي موسخات هما اللي كانوا هما سببوا في هذا المشكل. تناقش مع شي واحد في الحومه، مع تقال تصر على شي وحده في ديك البنات اللي معاه ولا ما نعرف. صافي هذيك طلع للدار تيغوت وداك الشيء تيدابز معاهم في الزنقه، طلع للدار بدا كيشير من الدار في الحوايج للزنقه اللي لقاه من هنا كيشيروا لتحت. صافي شويه تشعل العافيه، انا ما انا هادشي ما حضرتش ليه، انا غير قالوا لي بالتفصيل شنو وقع الناس. صافي حتى شعلت العافيه الدار وجاو البومبيه وطفاو العافيه وقع اللي وقع، عاد عيطوا لي انا الناس قالوا لي خوك شعل العافيه في الدار. زارة ديالنا ساكنة حدانا اللي جالسة معها دابا أنا هي اللي زعما هي اللي واقفة معايا في هاد الحزة اللي جالسة معها أنا، هي اللي عيطت ليا قالت لي راه خوك يونس راه شنو وقع وشنو وقع راه شعل العافية في الدار راه البومبية راه هادي راه هادي. صافي جيت كنجري لقيت أنا اللي وقع وقع، مشات البومبية وداوه للكوميسارية. صافي بغيت نحل الباب باش ندخل لقيت الباب مسدود سدوه البوليس، حتى لا غد لي عاد حليت الباب عاد دخلت لقيت الدار في هاد الحالة اللي كتشوفو، حالة لا يرثى لها. وصافي كلها محروقة، الفراش مشى كلشي مشى. هو كان في حاله غير طبيعيه، كان فاقد الوعي، كان حيت كان تحت تاثير المخدر، كان مخدر ماشي زعما في الوعي ديالو. هو ملي كيعاودوا لي انا قالك منين فاق في الكوميساريه وداك الشيء قالوا ما انا علاش جبتوني شنو درت، ما عقلش واش حرق الدار واش هذا الشيء اللي زعما انا قالوا لي البوليس وداك الشيء قالك هو ما عقلش، قالك ما عقلش شنو دار. هو كان انا اللي كنعرف كيشرب كيشرب الشراب والقرقوبي وداك الميكا وداك الشيء اللي كيدير، ما انا ما زعما ماشي ديما مره كنبقى نقول لها يونس هادشي اللي كدير ماشي هو داك، ولكن داك السيمانه بالضبط شدها قرجة ما بغاش يبعد. تنقول لها يونس راه هادشي ما صالحش، راه العواشر هادي راه هادشي ما صالحش، راه العواشر غتخرج فيك راه هاد. حتى وقعت الواقعه دوش دابا حاليا ماشي المشكل، المشكل ديالو دابا التيتم ديال الاب والام، ما كاينش القرايه، انسان ما قاريش ما تي كتبان له الحياه بحال كحله في عينو ولا ما نعرف، ولكن ماشي سبب هذا باش نعطيوه حنايا نقولوا الوالدين. لا انسان كبير بعقله ما خصوش يمشي للمخدرات، ما خصوش هالنتيجه يلا مشيتي تقرقبتي مشيتي تشمكرتي مشيتي درتي مشيتي في الاخر هالنتيجه. شكون كيأدي؟ كأدي انا، كيأدي الاخر، خوك حتى هو كتأدي، اختك غتأدي انت، يلا كي غنديروا لها الدار يلا فين غتعيش. عنده دابا شي 36 عام، 36 عام، راه كبير بعقله. انا كنبغي نعطي اعذار، تنبغي نقول زعما لا راه ما حكم ما عندوش الوالدين وما قاريش ما خدامش ما، ولكن ما انسان خصو لا يفكر المخدرات راه ما كدير واحد البلية الله يعفو عليك، اما باش تمشي تقرقب وتمشي ها النتيجه يلا، ها النتيجه ديال القرقوبي، ها النتيجه ديال الميكا، ها النتيجه يلا. راه خدام عند شي ناس، عندي الاخر حتى هو الكبير فينا راه هو مشدود، حتى هو كان دابز مع شي واحد ولا ما نعرف في الحومه، حتى هو شد مشدود 10 7 عاد يخرج، وهذا هو حرق الدار، هو مش غادي يبقى في الحبس شحال دابا يعلم الله. الحريق راه كيعطيو عليه الحبس طويل. من دخلت انا حليت الباب شغن نقول لك الاحساس ديالي، وبقيت جالسه في اللي هي كنضحك وكنبكي في نفس الوقت، كنضحك وكنبكي. داك الجاره كتقول لي استغفري استغفري، يقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. جاتني الصدمه، كانوا شي تصاور ديال الوالد ديالي الله يرحمه كانوا في هذا البيت شي ثلاثه، هما اللي كنا كنشوفوا فيهم حتى هما تحرقوا. تنشوف الدار الماء الفراش محروق، ما جاتني بحال الصدمه بحال بغيت نحماق، ما عنديش الجهد لا الدار شنو غندير. عاد طلعوا معايا الدراري ولاد الحومه مساكن عاونوني، هبطنا داك الماء ولحنا داك الفراش اللي محروق وسيقوا معايا شويه، دبان لها داك الارض بانت ليه شويه شويه، ولكن باقي هذا الشيء هكا. دخلت كان كنضحك كنبكي بحال بغيت نحماق، جاتني كان هذا البيت مفرش، كانت واحد الماكينه ديك واحد الماكينه الصابون اللي المهم كان شويه معنات في الكوزينه، كانت الدار بعدا علاش كنجلسوا علاش كناكلوا علاش كنتفرجوا علاش كلشي مشى. ما شاطك لي شاطر شي معنات راه هما ليه، شي حوايج محروقين راه هما ليه ديالو هو نيت، شي حوايجات ديالو نيت هو راه صبنتهم راه هو ليه. صافي مازال ما شاط شي حاجه اللي نفع علاش النعاس علاش كلشي مشى. جالسه غير مع الجاره غير مع السيده هي حدانا لاصقة علينا الدار على الدار، هي اللي جالسه معاها، هي مرت الوالد ديالي سابقا قبل ما يموت الوالد ديالي الله يرحمه كانت طلقوا هو وياها، حتى هي مسكينه مريضه بالكونسير وداك الشيء، وهي هكاك وهزه هي الهم هزه جالسه معاها. ما عندي ما ندير حتى ما لقيتش شكون غنمشي، عندي العائله ديالي غيكونوا ساقوا الخبار، ما غيكونوش ساقوا الخبار. ما عيطوش ليا حتى غير كي دايره بنتي كي بقيتي يا بنتي شنو وقع عليك شنو كيبقى في خاطرك
انا ما كنطلبش منهم ماديا، ولا كنطلب منهم يكونوا يوقفوا معايا معنويا. ما واساوني، ما عيطوا ليا، ما قالوا لي يا بنتي شنو وقع لخوك، شنو وقع لك، شنو صافي. داك الفكره حنا ديما خايبين، حنا خايبين، خوتي زنقاويين، خوتي كيديروا، حنا ديما خايبين، حنا حيت ساكنين، واقيلا حيت حنا ما عندناش الفلوس، واقيلا حيت حنا ماشي لاباس علينا، يمكن حنا خايبين. هادو الفكره ديال ماما، الله اعلم. المهم هكا علاش ما يسولوش فيا، علاش ما يعيطوش لي عائلتي، غير يساندوني غير معنويا. انا ما بغيتش فلوس منهم، كاين المحسنين اللي يساعدوني، كاين الحمد لله، كاين الله فوق كل شيء. اما زعما باش تعيطوا لي تساندوني تقولوا لي كي بقيتي يا بنتي، ولا ما كاينش داك الشيء بتاتا، ما شفت منهم حتى حاجه. قالك ما عقلش هو شنو دار، هو قالك ما عقلش شنو دار. انا شي ملي طلعت الكوميساريه وداك الشيء سولت فيه، قالك منين فاق سو، قال لهم انا شنو درت، علاش جبتوني، ما عقلش، حيت واكل القرقوبي وزعما واكل شي كميه كثيره يمكن، ولا ما نعرف. قالك ما عقلش هو شنو دار. البوليس من الشرجم واقيلا، ولا ما نعرف، انا اللي قالوا لي الناس راه من هذا الشرجم، هذا تلاح الشرجم اللي تحت منا، ولاصق في هذاك الشرجم اللي تحت منا، شاد في ذاك الشبك ديالو. كيفاش جبدوه البوليس، حفروا عليه واقيلا الباب، واش جبدوه من الشرجم، واش هو عاود رجع يمكن داك الصد العافيه وداك الشيء عاود دخل. المهم جبدوه، المهم عتقوه، ما هو كان غينتحر، راه دايرين لي حتى محاوله انتحار، كان غينتحر. الناس اللي تحت كيعيطوا يونس، انا حتى انا هادشي ما حضرتش لي، كيعيطوا لي غير الناس والفيديو اللي شفت لي، لاحوا الناس في اليوتيوب، الناس اللي صوروا لتحت الجيران، صوروا ولاحوا، استغلوا الفرصه صوروا ولاحوا الدري في اليوتيوب، هما اللي عاودوا لي وشفت الفيديو انا، تيعيطوا له يونس ما تلاحش، يونس ما، حتى كيبغي يتلاح عاوتاني كيتراجع، حتى كيبغي يتلاح، زعما الحمد لله مني ما انتحرش. كنبغي انتحر صافي، ما فهمتش، انا ما فهمتش زعما علاش وصل لهاد الدرجه هذه، ما فهمتش. وحدو كانوا مع واحد جوج موسخات، واحد جوج خنزات ديال الزنقه كانوا معاه، هما اللي سببوا في هادشي، هما اللي سببوا في هادشي. ما هو كان واخا كيدير شي بليا، ولا كيمشي كيجي كيتكلم في الدار، ما المهم واخا كيدير ماشي بحال هكا، ينوض يحرق الدار لهاد الدرجه. حرق الدار، حرق لينا حنايا القلب ديالنا، حرق لك باه مسكين توا في القبر، ما خلاهش يرتاح. واش غنقول لك، لا اله الا الله محمد رسول الله. ماشي خايب هو، ماشي خايب هو، درويش، هو الحومه كامله كتبغيه، هو درويش، هو تسول عليه الحومه كلشي، الناس كيبغيوها. ويا السيده يا جارتنا مرتبانا نيت سابقا سولها عليك، زعما الناس كيبغيوه، كيعاون الناس، يكون شي مره كبيره يهز معاها، زعما درويش. ولكن شنو وصلوا لهاد الحاله، انا ما عرفتش شنو وصل خويا زعما لهاد الحاله هذه، ما عرفتش. واش تاثير الوالدين ما كاينينش، واش الحياه صعيبه كتجي ما قارش باش يخدم، باش انا ما عرفتش زعما بالضبط شنو وصلوا لهذا الشيء، ما عرفتش. اما هو زعما كان شخص السيد الله يعمرو الدار ظريف، خويا حنين، هو كاع هو حنين فيا انا بزاف، ولكن كيفاش زعما توصل لهذه الواقعه هذه ما عرفتش. انا كاع يوصل زعما الحريقه حرق الدار ودار هذا الشيء، ما كنتش كنتوقع من خويا يونس يدير هذا الشيء الصراحه. هو واخا فيه حوايج خايبين وفيه كثر مزيانين، فيه الخايب ماشي ما فيهش، ولكن فيه الكثر مزيانين، ولكن شنو وصلوا لهذه الدرجه دي ما عرفتش. زوجة انا، كنت مزوجة، عندي ثلاثة د الوليدات، عندي بنيت عندي جالسين مع باهم، كنت كنفكر يجيبو معايا يعيشو معايا، يبقاو حدايا قراب ليا، حيت ما كاينش والديا، ميتين بجوج، كنقول وليداتي نرد فيهم كلشي، نحن فيهم يحنوا فيا، زعما نحش داك الفراغ. ساعة ما بقاش الدراري فين غايجيو، ما لقاش فين غايجيو، كلشي تحرق كلشي. كنا شد المحسنين انايا، ولي شاف هاد الفيديو هذا يعاونني نصلح هاد الدويرة هادي ونفرج شوية وصافي، هادشي اللي كاين.